أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يَقُولُ قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا هل لن يتقبل منكم إنكم كل وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم